صلاح وطارق حامد بينزلوا يستلموا الكرة على طول، فانا ما حد معاهم اكنه خلاص. لو انا سبت لهم نص الملعب الثلاثه، خليت الثلاثه جنب بعض، يبقى هم يستلموا بسهوله، مش هيبقى عنده حد. انا بعدي زياده يمين او شمال، لكن في الاول والاخر انا عاوز اعمل دور. الحمد لله عمرو عمل الكلام ده، واول مره يلعبها عمل، تحس ان هو زي فيرود، يعني تحس ان هو كان بيقابل كانه فيرود بعدين ينزل يستلم يشتغل. فده الحمد لله. انا يعني انا كنت متخيل الشكل ده اول ما خلصنا ماتش الاتحاد، يعني انا كنت قرار بعد ماتش الاتحاد ان انا العب بالعمر، وفضلت الاخر يومين بمره مش معروف لعيب حاجه، وكنت مش شغال بقى على الكلام ده امبارح. والحمد لله كون ان هم اشتغلوا اول مره كده، عمر طبعا لعيب كبير، وعمرو وميدو من اللعيبه، فاللعيبه كلها مميزه، عندنا لعيبه برده الحمد لله مميزه بره جدا، ان انا وسيد بره علاء، وعندنا هنجيب خير ان شاء الله، وعندنا لعيبه جيده، عندنا لعيبه شباب صغيرين كتير. هو خير خلاص، واحمد سعيد وجداريكو بقى اول حد يعرفه، محدش يعرف، هو خلص امبارح في سموحه احمد سعيد وكده. ولسه بقى اللي انا ما عنديش غير ثلاث اماكن استبدال بس، ما عنديش، لانه كنا مستبدلين شيخ ووائل لانه لعبوا معانا الكاس، فما اتباعوا فراحوا. انت طلبت فعلا احمد شيخ؟ لا انا ما طلبتش احمد شيخ، لان اللي حصل بالظبط ان النادي الاهلي، الناس بتسالني طب احمد الشيخ النادي الاهلي عايز يسيب احمد شيخ، بيقولوا ان انتوا عاوزين، قلت لهم لا انا ما طلبتش احمد الشيخ، لان احمد الشيخ احسن من، انا متخيل انه احسن من كل اللعيبه اللي بتلعب في النادي الاهلي في المكان ده، لكن لو النادي الاهلي عرضوا علينا وقال لنا ده هاخده طبعا.